هكذا بدت مكسيكو سيتي غداة زلزال مدمر ضربها، مبان منهارة وأخرى على وشك السقوط، وشوارع مليئة بمئات الناس الذين يبحثون عن ناجين وسط الأنقاض. جهود كللت بالنجاح في العديد من المرات، إذ أكدت السلطات انتشال 40 شخصا على قيد الحياة خلال الساعات الماضية من وسط أطنان الحطام. لكن مهمة فرق الإنقاذ لم تقتصر على البحث عن ناجين فقط، بل تقوم كذلك على التأكد من سلامة مباني المدينة قبل السماح للمواطنين بالعودة إليها، خصوصا وأن العديد من المعطيات تشير إلى أن مئات البنايات أصبحت غير صالحة للاستعمال وقد تنهار في أي لحظة. الوضع صعب للغاية، هناك العديد من المباني التي انهارت، بالإضافة إلى ذلك هناك العديد من المباني التي لم تسقط ولحقت بها أضرار كبيرة، والسلطات تحاول تحديد هذه المباني تفاديا لوقوع حوادث. ورغم الكارثة التي حلت بالمدينة والمناطق المحيطة بها، إلا أن السلطات أكدت أنها قادرة على توفير المساعدات اللازمة لجميع الناجين، كما وجهت الجهات المسؤولة عن عمليات الإنقاذ دعوات للناجين للابتعاد عن المباني المنكوبة وعن الشوارع الرئيسية لضمان سلامتهم، وحتى لا يحدثوا ازدحاما في الشوارع قد يعطل عمليات البحث والإنقاذ. هناك مساعدات إنسانية كبيرة متوفرة، ونحن نطلب من الناس عدم مغادرة منازلهم حتى لا يعرقلوا عمليات الإنقاذ. في المقابل لم يخف بعض الناجين غضبهم تجاه بعض الإجراءات التي اتخذتها السلطات، ومن بينها إخراجهم من منازلهم رغم أنها لم تنهار، معربين في الوقت ذاته عن مخاوفهم من وقوع هزات ارتدادية قد تزيد من الأوضاع تعقيداً. لقد أخرجونا من منازلنا ولم يسمحوا لنا بالدخول إليها وجلب أغراضنا، ونحن نريد أن نعرف هل أن منازلنا ستنهار إن وقعت هزة أخرى؟ الزلزال الذي ضرب المكسيك جاء بعد 32 عاماً تماماً من زلزال مدمر آخر ضرب البلاد وأدى إلى مقتل 10,000 شخص، صدفة يصعب تصديقها لكنها ستبقى عالقة في أذهان المكسيكيين لعقود طويلة.